انا اسمي اريج عطيه، انا بدرس في طب اسنان. انا من زمان وانا نفسي اتعلم التفصيل، بس ما كنتش عندي جرأة ان انا اخد الخطوه ان انا اخد كورس فيه. اختي هي اللي عرفت سنتر جاليلو من على الفيسبوك وقالت لي عليه، وجت كمان معايا عشان تحجز لي الكورس وبس، وجيت من هنا عرفت السنتر. النهارده ديت كانت خامس سيشن ليا في الكورس، والحمد لله طبقت لحد دلوقتي، عملت جبتين ولسه هنكمل كمان. ويعني اتعلمت في الكورس بسرعة جدا، ما كنتش متخيلة ان انا هستوعب بسهولة واطبق كمان بسهولة كده. وده طبعا بفضل الفاشن ديزاينر مروة منعم، انا كنت محظوظة جدا ان هي ادتني، هي لطيفة جدا وصبورة وبتحب تعلم اللي حواليها، ويعني علمتني كتير اكتر من الكورس كمان كان هيقدمه. الكورس الأكبر ميزة في الكورس ده إن هو بيعلمني التفصيل من A to Z. يعني أول حاجة بنرسم الباترون، بنقصه، يعلمنا نقص القماش، إزاي أتعامل مع نوعات قماش مختلفة سواء خفيف أو تقيل، إزاي أفصل على المكنة، واشتغلنا بإيدنا، ويعني كان مهتم إن احنا نطلع الحاجة على أكمل وجه. نصيحتي لأي حد بيحب الفاشن وبيحب التفصيل وعايز يتعلم ان هو يقدم على الخطوة دي، يعني لان الموضوع مش صعب خالص، ومش لازم يكون بيدرس في مجال معين عشان يقدر يستوعب حاجة زي دي، لان انا مجال دراستي ملوش اي علاقة بالموضوع ده، واستوعبت كويس جدا ونفذته، وكان الموضوع تمام معايا. وكمان اللي شجعني ان انا اعمل كده ان انا اعمل ديزاين وافصل لبسي لنفسي من غير ما اضطر ان انا ادور في المحلات وكده وما بلاقيش ذوقي. فدي نصيحتي لاي حد بيحب ان هو يلبس يعني ذوقه مختلف عن اللبس في المحلات، ان هو يتعلم عشان يقدر يفصل لنفسه ولغيره كمان، لاهله واصحابه والناس كلها. ديت اوت زيرو نفذتها هنا في الكورس، وانا مبسوطه بيها جدا، وهي طلعت احلى مما توقعت يعني. ومع العلم ان ده خامس سيشن بس، والحمد لله نفذنا حاجات زي دي وانا مبسوطه بيها جدا.